بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أعزائي الطلاب، الفرقة الرابعة شعبة إدارة الأعمال، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة في دي بتعتبر آخر محاضرة، وهي محاضرة في مراجعة تخطيط ومراجعة تخطيط ومراقبة الإنتاج. تخطيط ومراقبة الإنتاج. انا دلوقتي حاليا هعمل ايه؟ انا هتناول الموضوعات اللي احنا خدناها بعضنا، واقول لك نظام الامتحان بتاعنا ايه في الاخر خالص، شكل الامتحان يكون ايه. ما تقلقش خالص، حاولش تقلقوا. المادة بتاعتنا مادة تقديرات، بس اللي بيجتهد ويتابع الفيديوهات ويتابع الكتاب بتاعنا بالتأكيد هيكون ايه، يعني هيجيب تقدير. الموضوع الاولاني احنا خدنا مفهوم تخطيط ومراقبة الانتاج، خدنا المفهوم وخدنا اهم ما يمكن استنتاجه من حوالي 4 مفاهيم، وجزء عملي خدنا نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة. يعني خدنا اكتر من تمرين عن كيفية ايجاد نسبة الطاقة المستغلة ونستنتج منه نسبة الطاقة غير ايه، غير المستغلة. دي حاجة ديت خدنا تمرين عليها، وخدنا تمرين الناس اللي كانوا بيحضروا معايا يعرفوا الكلام ده كويس. طيب ايضا الموضوع التاني اللي احنا خدناه كان تخطيط الطاقة الانتاجية، ده يعتبر الفصل عندك في الكتاب. ما هو مفهوم الطاقة الانتاجية؟ ده مفهومها. ما هي انواع الطاقة الانتاجية؟ وعندك 5 انواع للطاقة الانتاجية: الطاقة التصميمية، الطاقة النظرية، الطاقة المعيارية، الطاقة القصوى، الطاقة الفعلية. تعرف مفهوم كل واحدة عشان ممكن اقول لك صح وخطأ او قارن بينها. ثم خدنا العوامل التي تؤثر على حجم الطاقة الانتاجية، خدنا مجموعة من العوامل بتؤثر على حجم الطاقة الانتاجية، وما هي طرق تحسين الطاقة الانتاجية. يعني المفهوم، الأنواع، العوامل المؤثرة، حجم الطاقة، وكيفية طرق تحسينها. يعني ممكن أقول لك أذكر العوامل المؤثرة حجم الطاقة الإنتاجية وكيفية تحسينها أو طرق تحسينها في شكل جدول. يبقى تعمل لي جدول على اليمين العوامل وعلى الشمال طرق التحسين. ثم جزء عملي بقى هو إيه؟ هو التحليل التعادل، أو يسمى تحليل نقطة التعادل. تحليل نقطة التعادل خدنا المفهوم، وهو مفهوم نقطة التعادل وكيف يمكن حساب نقطة التعادل، طرق جبرية بيانية، طريقة التجربة والخطأ. يعني خدنا الطرق الجبرية، الطرق البيانية، الطرق التجربة والخطأ. الطرق الجبرية اللي هي عشان الناس اللي بيحضروا معايا ما يتلخبطوش، اللي هي حساب كمية التعادل، حساب قيمة التعادل. انا بتكلم عن الطريقة الجبرية اللي هي ايه، الطريقة الجبرية اللي هي حساب كمية التعادل، قيمة التعادل، كمية التعادل التي تحقق ربح معين، قيمة التعادل التي تحقق ربح معين. ده ايه؟ ده نسبة الطاقة المستغلة، طاقة التعادل، نسبة الطاقة المستغلة التي تحقق ربح معين. ده الطريقة كلها الجبرية. أقولهم تاني، الطريقة الجبرية، الطريقة الجبرية معناها إيه؟ اللي تحدد كمية التعادل، قيمة التعادل، كمية التعادل التي تحقق ربح معين، نسبة الطاقة المستغلة، طاقة التعادل، نسبة الطاقة المستغلة التي تحقق ربح معين. في الطريقة البيانية اللي هو اوضح نقطة التعادل البيانية،
طريقة التجربة الخطأ طريقة خدناها، خدتها في المدرج. الحاجات دي كلها خدناها. انت ممكن اجيب لك التمرين بشامل ايه، اقول لك بيانات التمرين، اقول لك التكلفة الثابتة ايه، والتكلفة المتغيرة الواحدة ايه، وسعر ربع الوحدة، واقول لك بقى هات لي بقى ايه كمية التعادل، قيمة التعادل، قيمة التعادل حق ربح مثلا 1,000,000 جنيه، نقطة التعادل بيانيا، نسبة الطاقة المستغلة، علما بأن الطاقة المستغلة هي كذا، طاقة التعادل، نسبة الطاقة المستغلة تحقق ربح مثلا 2,000,000 جنيه، إيجاد نقطة التعادل بالتجربة والخطأ. ده ممكن يجي تمرين شامل الحاجات دي كلها. عفوا. ده بالنسبة لتخطيط الطاقة الإنتاجية، تخطيط الطاقة الإنتاجية جزء نظري للمفهوم والأنواع والعوامل والطرق، وجزء عملي تحليل التعادل. تمرين اجيب لك فيه تكلفه ثابته، سعر ربع الوحده، التكلفه المتغيره الواحده، ثلاث بيانات. واقول لك عاوز ايه؟ عاوز كميه التعادل رقم واحد، عاوز قيمه التعادل رقم اثنين، عاوز كميه التعادل لتحقق ربح معين رقم ثلاثه، عاوز نقطه التعادل بيانيا اربعه، عاوز نسبه الطاقه المستغله علما بان الطاقه المستغله هي كذا خمسه، طاقه التعادل سته، نسبة الطاقة المستغلة تحقق ربح معين، ربح مثلا 1,000,000 جنيه، سبعة، إيجاد نقطة تعادل بالتجربة الخطأ، ثمانية. من ثمانية من إيه؟ ثمانية من ثلاث بيانات بديهم لك. طيب، تعال الإنتاجية. الجزء الآخر خدنا الإنتاجية، خدنا المفاهيم، مفاهيم الإنتاجية، المفاهيم المرتبطة بالإنتاجية، خدنا أكثر من حوالي أربع تعريفات. وما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من تلك المفاهيم؟ ثم ما هو الفرق بين الانتاج والانتاجيه والكفاءه والفعاليه؟ فرق بينهم ايه بالظبط؟ خدنا اهميه الانتاجيه سواء للفرد العامل او المنظمه او الاقتصاد القومي، اسف، للاقتصاد القومي او للاقتصاد القومي. أهمية الإنتاجية للاقتصاد القومي. أيضا خدنا أهمية الإنتاجية بالنسبة للمجتمع، إيه؟ للمجتمع ككل. خدنا أهمية الإنتاجية للمجتمع ككل، القومي تاني، أهمية الفرد، المنظمة، الاقتصاد القومي، للمجتمع ككل. طيب، ثم خدنا ايه تاني؟ خدنا العوامل المحددة الانتاجية. في عندي عوامل داخلية وعوامل خارجية، وفي عندك رسمة كتاب، رسمة شاملة. وخدنا كيفية قياس الانتاجية، كيفية قياس الانتاجية. قياس الانتاجية ممكن من خلال بوضح اولا اهميه قياس للمديرين، بتفيدهم بايه، ثم ما هي طرق القياس. في عندي طرق قياس، طرق القياس بقى في عندي ايه؟ عندي طريقه كميه الانتاج وطريقه قيمه الانتاج، وخدنا تمرين عليه، كميه الانتاج بالكميه وطريقه قيمه الانتاج، وخدنا تمرين عليه. اذا قياس الانتاجيه بوضح قياس الانتاجيه للمديرين، طرق القياس في عندي طريقتين اتنين، طريقة كمية الانتاج وطريقة قيمة الانتاج. ده بالنسبة لجزء الخاص بالانتاجية. طيب، خدنا ايضا ادارة الجودة الشاملة. ادارة الجودة الشاملة، ما هي المفاهيم المختلفة لادارة الجودة الشاملة، وما هي اهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من تلك المفاهيم، وما هي مبادئ ادارة الجودة الشاملة، وما هي مزايا المبادئ، ما هي المبادئ التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة، وما هي مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وما هي متطلبات لكي أطبق إدارة الجودة الشاملة بالمفهوم السليم. يجب لك توفر عدة مقومات، اللي هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وما هي الأخطاء الشائعة، وما هي الأخطاء التي تقع فيها المنظمات عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
الجودة الشاملة لابد اجيب لك منها، دي شيء اساسي. هذا البكالوريوس وما اعرفش الاتجاهات الحديثة في إدارة الانتاج هي نقطة الجودة الشاملة، وكذلك في جي اي تي اللي انا اقولها لك دلوقتي حاليا. ما هي المفاهيم المختلفة؟ ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها؟ ما هي المبادئ التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة؟ ما هي مزايا إدارة الجودة الشاملة؟ ما هي متطلبات واحتياجات تطبيق إدارة الجودة الشاملة حتى يتم تطبيقها بالأسلوب الصحيح؟ وما هي الأخطاء الشائعة التي تقع فيها المنظمات عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ نأتي إلى الإنتاج في الوقت المحدد أيضا من الاتجاهات الحديثة في إدارة الإنتاج. إدارة الجودة الشاملة وإنتاج في الوقت المحدد ده أساليب يابانية ظهرت في اليابان، شركات تويوتا الشركات اليابانية. ثم انتقلت بقى للدول العربية والدول النامية، بس اليابان طبقها أسلوب ياباني، أساليب يابانية نجحت فيه. ما هو مفهوم إنتاج في الوقت المحدد؟ وما يمكن استنتاجه من تلك المفاهيم؟ ما هي عناصر حوالي أعتقد 6 عناصر أساسية. ما هي عناصر إدارة الجودة الشاملة الإنتاج في الوقت المحدد؟ الرمز بتاعه جي أي تي. جي جاست ان تايم، جي اي تي جاست ان تايم. العناصر عندنا 6 عناصر اساسيه. يجب تعرفهم بالتفصيل. انتاج في وقت محدد جي اي تي لابد اجيب لك منه. ما هي المبادئ الاساسيه التي يجب مراعاتها عند تطبيق نظام اداره نظام الانتاج في وقت محدد؟ ما هي المبادئ الاساسيه التي يجب مراعاتها؟ ما هي اهداف ونتائج تطبيق نظام الانتاج في الوقت المحدد؟ النتائج والاهداف، اهداف وما 3 اهداف عندك وكلمت عنه. ما هي الخصائص المميزه التي يمكن تحقيقها وانجازها عند تطبيق الانتاج عند تطبيق نظام الانتاج في الوقت المحدد؟ لما طبق الانتاج في الوقت المحدد هناك عندك في عدة خصائص مميزة للمنشآت والمنظمات التي تطبق نظام الجي اي تي. ما هي تلك الخصائص؟ ثم اطلع جاري على ايه بقى؟ على 10 نتائج تطبيق نظام ادارة نظام الانتاج في وقت محدد. المنظمة عندما تطبق نظام الانتاج في وقت محدد جي اي تي في 10 نتائج اساسية ايجابية يجب المنظمة تحصل على بتحصل عليه المنظمة عند تطبيق الجي اي تي بالنظام الجي اي تي بالاسلوب والطريقة والمبادئ السليمة، تحصل على نتائج هائلة. طبعا الكلام ده انا بقوله من واقع، يعني الكلام اللي احنا كاتبينه الانتاج في وقت محدد ده يعني من خلال تجارب الدول والمنظمات التي طبقت الجي اي تي او ادارة الجودة الشاملة. ثم نختم الموضوع بمشاكل تطبيق نظام الانتاج في الوقت المحدد. ما هي المشاكل التي تواجه المنظمات عند تطبيق الجي اي تي اللي هو نظام الانتاج في الوقت المحدد؟ طيب اذا عندنا ده نظري، اذا سعادتك لو انت جيت لمحه سريعه هنتكلم تخطيط مفهوم الطاقه الانتاجيه، تخطيط طاقه مفهوم تخطيط ومراقبه الانتاج، تخطيط الطاقه الانتاجيه في جزء عملي وجزء نظري والغالبيه نظري عملي، الانتاجيه جزء نظري وايضا جزء عملي، اداره الجوده الشامله ده فلسفه اتجاه حديث، انتاج في وقت محدد ايضا اتجاه حديث. اعزائي الطلاب كل عام وسعادتكم بخير، سعدنا برؤيتكم في خلال هذا الفصل الدراسي، نتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية والعلمية، أدعوكم إلى الحصول على مزيد من العلم حتى بعد ما تخلص البكالوريوس يكون بداية حياتك في الدراسة العليا وتكون طالب مجتهد وتسعى إلى تحقيق آمالك وأهدافك. ربنا سبحانه وتعالى أول ما نزل القرآن قال على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اقرأ، فالقراءة هي مفتاح النجاح للإنسان، هي مفتاح التقدم للدول. أتمنى لسعادتكم التوفيق إن شاء الله.
نتكلم عن نظام الامتحان. نظام الامتحان انا اجيب لك سؤالين اتنين، السؤال الاولاني الف وب، السؤال الثاني الف ايضا وب. السؤال معلش اسف عشان عندي قطة كده بتلعب معايا، معلش. السؤال الأولاني بيكون عندي ألف وب، والسؤال الثاني ألف وب. ألف في السؤال الأولاني يكون حوالي 4 نقاط أو 5 نقاط، اشرح. السؤال اللي ب هجيبها لك مسألة ب، هتكون مسألة. السؤال الثاني ناقش، السؤال الثاني ألف وب، ألف هتكون ممكن أفرق بين، أو أجيب لك ناقش أيضا نقطتين، يعني لسه يعني ما حددتش لغاية حتى الآن. أقول لك ممكن أقول لك فرق بين 3 نقط كده لو سمحت، فرق بين حوالي 3 نقط، هو ده ممكن أقول لك ناقش بين، ناقش أو اشرح يعني. أما السؤال رقم ب في السؤال الثاني هيكون عندنا مسألة كبيرة شوية. إذا أنا عندي الامتحان، نظام الامتحان سؤالين اتنين، بس الامتحان يعني في مستوى الطالب المتوسط، الطالب اللي سمع الفيديوهات كويس، واللي مش قادر يفهم الفيديو شاف الكتاب، انتوا ناس كبار في سنة رابعة. أنا كان نفسي أعمل لكم بحث يعني وتكون عليه الشغل كتير عليكم وناقشكم فيه، ولكن ظروف الدولة والعالم كله بكورونا اللعينة، بتواجه كورونا وبتتحدى العالم، ولكن الحمد لله العالم والعلماء، فضل العلماء، فضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، قدرنا أن ننتصر عليها. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أعزائي الطلاب، إلى اللقاء في الدراسات العليا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.